احنا عندنا نسبه كبيره من المغتربين ليهم حق التصويت، واللجنه العليا للانتخابات هي اللجنه المعنيه بتنظيم سير الاستحقاق الرئاسي، فكان عليها من البدايه ايجاد حل. ما هي عمل التسجيل، التسجيل ما كانش باب التسجيل في الشهر العقاري، أنا عايز أقول ودت فرصه 15 يوم. انا عايز اقول لحضرتك ان واللي التسجيل سجله 660,000 يعني، التسجيل ما كانش معلن بشكل واضح للجميع، في ناس كتيره جدا ما كانتش تعرف قصه التسجيل ديت. انا عايز اقول لحضرتك ان في بعض متابعي المجتمع المدني نفسهم ما كانوش يعرفوا حاجه عن قصه التسجيل. طيب انا برضو مش عاوز يضيع مني المشاهد اللي بيتابعني عينه على النتائج، وعاوز اقول واكرر مره تانية وهفضل اكرر انه الناس عارفه كويس جدا انه مفيش الخبر الحقيقي مش في مين هيفوز، احنا عارفين الناس عارفه وكل الاخبار انه مشير السيسي هو الاوفر حظا من زمان بنقول الكلام ده، والناس مش بتدور يا ترى هيفوز بنسبة قد ايه، ناس عارفة كويس جدا انه هيزيد عن 90% بكام، بقد ايه هيزيد، تبعا للنتائج اللي طلعت في تصويت المصريين في الخارج اكتر من حوالي 95%، تبعا للنتائج اللي احنا بنتابعها دلوقتي اكتر من 2200 لجنة تم فرزهم، النسبة المعلنة 93% على الاقل للمتابعين والنسب اللي احنا بنتابعها من داخل اللجان، الاصوات الباطلة من دخل وابطل صوته حتى الآن هي نسبة مهمة جدا وهيتم التعويل عليها. عاوز أقول إن إحنا أمام السلوك التصويتي للناخبين، أمام خمس كتل تصويتية عنا عليهم هم اللي هيفرقوا في هذه المسألة. القاهرة، إقليم القاهرة الكبرى اللي هو محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية، يا جماعة إحنا بنتكلم على 14 مليون 14 مليون صوت أو شخص يحق لهم التصويت. الكتلة دي اللي كانت في الجولة الثانية للإعادة بين شفيق وبين مرسي فاز فيها شفيق في الجولتين، يعني هذه الأصوات، هذه الكتلة التصويتية التي تصل إلى 14 مليون في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة اللي كانت بين شفيق ومرسي، كان شفيق حصل فيها أو فاز فيها في الجولتين، الجولة الأولى والثانية بنسب كبيرة جدا. الوجه البحري نسبة من يحق له التصويت في الوجه البحري 21,495,264 محافظات الوجه البحري كلهم، وهذه النسبة كانت مهمة جدا ونعول عليها. إقليم الصعيد بنصل إلى 14 مليون هذه المرة، ومرسي كان ليه الحظ الأوفر في الصعيد في الجولة الثانية بعكس شفيق. يا ترى الصعيد المرة دي هيكون عامل ايه؟ 14 مليون صوت، بتكلم على اقليم قناة السويس وهو نسبة قد تصل الى يعني 2% او 3% من نسبة اجمالي من يحق لهم التصويت في مصر بشكل كامل، ودول كان ليهم كانوا ضد شفيق، يعني دول مرسي حقق فيهم نجاح في الجولة الثانية في الإعادة. يا ترى اقليم القناة هيكون عامل ازاي هذه المرة؟ المحافظات الحدودية كانت من نصيب مرسي المرة اللي فاتت، المرة دي النتائج الأولية بتقول إنها يعني المنافس حمدين صباحي والمنافس الآخر المشير رايحة للمشير بشكل كبير. ما زلت أكرر أنه الخبر الحقيقي هو مش في مين هيفوز وفاز بنسبة كام، الخبر الحقيقي الذي نبحث عنه من خلال هذه التغطية نسبة المشاركة كام، كام واحد من التكتل التصويت المصري من 54 مليون واحد ذهبوا في الثلاث ايام وادلوا باصواتهم، هل 23 مليون ولا 25 مليون ولا هيزيدوا هذه المره؟ هذا هو السؤال المهم جدا واللي المفروض انه يكون مهم في الرئيس القادم، لانه لابد ان يكون فاز بنسبه تصويتيه وبنسبه مشاركه كبيره.